اختار تصوير؟ اقول في كل فلسطين فيش ولا اردن ولا ايش؟ ولا بنوته. الله اعلم. بلول في عدد كبير بتلعب لول. بلعب لولو وابكس وفورتنايت وببجي. استغربت والله. وين احمد دش يفوت؟ مش مسكن جديد. الو. بصاب بلعب قد فور قاعد يا زلمة والله. شو راضي يرد فينيك من الحياة بيفصل الخط كمان في وجهي افجره غمس. الو. يا احمد. يلا. طيب بسرعه، في واحد على تويتش بدها اياك، بتقول انا بدي الماستر خليه يلعب معكم. واحد انا عارف من الفولورز. يلا بسرعه. عنده معجبات. لقيت فوت تويتش وشوف. طيب ماشي. لا حد تاريخك. انت فاتح ستريم ولا لا؟ المكالمة مسجلة يعني.
امان الله عيني داخل الله يقصيك يا حمد. انا جاي بدي اعبي مي واجي. إذا كان على الخاطر ولا كان بالنية. لا 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 تنمت تنانا يا حبيبي يا عني. ايش ما جاش لسه؟ لسه ب طبعا شو كان ال غريب للأمانة. شو هو ايش اللي ايش كان وايش الجملتين اللي انا ما فهمتش الابديت اللي كان عندي هذا لشو كان؟ والله ما بعرف. انا برضو اجاني ابديت. اجاك ابديت خلص يبقى انا اجاني. انا لما فتحت اللعبه بعد ما انت قلت لي ابو الشهر قال لي ابديت او ريستارت ريستارت ريكوايرز او ابديت ريكوايرز داخلي. بس ما شو يعني انا ما انتبهتش قبل هيك من امبارح انه اجانا ابديت. بس شغلت الجهاز مرتين ثلاثة حتى شغلته اليوم. اصلا شغلت الجهاز كان تشغيله الجهاز وانا بكلمك عشان اتاكد اذا في ابديت اخلصه بسرعة ونفوت من غير مشاكل. بس مش عارف ما علينا هذول مشاكل. صارت معك اللي صارت معك تاعت الاخفاء معناها لسه شو؟ لا 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 اسمع تاعت الاخفاء انا ما بقدرش اقول لك صارت ولا ما صارتش. بس انا من ساعه ما قلت القصه وصرت العب يا عمي في واحد يعني اخذت انا الباونتي اخذت اللي هو الكونتراكت على الباونتي تمام. بطلع مبين قدامي على الخريطه بس مش شايف اشي. فيش يعني فيش صخر. بطلع ورا الصخر خبطت يعني خبطت كلستر على النقطه بالضبط ما فيش حدا شرد او فيش حد شرد قدامي بس الباونتي متحركه بتتحرك. فهمت علي؟ فعشان هيك بقول لك انا صرت امسك في الجمله تاعتك والله انه في واحد مختفي وصرت اتحجج مع حالي. انا قلت لك اترك المخي بعرفش فجأة طلعوا لي ثلاثة اصلا كنت بلعب سولو وفجأة صار في اشتباكات وانكتلت فما عملتلوش سبكتيت طلعت قرفت اصلا. يمكن يمكن مسجلة في الستريم صار انا شايفه وانكتلت منه شاش حامل. الفكرة لا الفكرة انه هلقيت لما نموت ما نقعدش نقول شو اسمه مخفي مخفي يعني انا صارت الخرية هذه معايا انه صرت اقول والله شكله مخفي. بس اتمنى يكون صلح والله. الابديت اللي اجى الابديت اللي اجى داخلي غصبا عنك بدك تعرف. ما اخدش اسمه يعني يا صلحوها يا شلوا في الطائرات موجود لسه. اي طيارات فوق في السماء طيارات الهليكوبتر موجوده لسه ولا مش موجوده؟ ما انتبهتش ما فهمتش. هي اللخمه بشر في الطيارات. في البكسل اللي مثبت على الطياره. ما هي الطياره لازم تاخذ الطياره عشان تعمل الاخفاء. قول يا احمد اما صراحه ما حضرتش انا كيف بنعمل يا ابدا لا طياره لازم للعام لا جن
بس اقول لكم بدي اروح. طيب ماشي ابدأ وروح. متى ابدا وتنهيني يا حبيبي؟ ده انا حاطط مية على النار واصبر بقى على كوباية. طيب ماشي. كيف الجو بغزة؟ برد كثير؟ شتت اليوم. وقالوا برد. طلعت العصريات تمد يعني بشكل غبي. والله بلبس هالجاكيت انا بوف ما بحس الشيء. طب في النار عادي انت بتمشي وبتتحرك، بس الان حسك بلسعة البرد. انا والله بكره الشتاء، بكرهه على العمى يا زلمة. انا بكره عند بكره واللي بيكرهنا اكثر الناس اللي بتحب الشتاء. بالضبط، انا بكره اللي بحبوا الشتاء. بكون اصلا متدفي تحت سبع حرمات وبيجي بقول لك انا بحب الشتاء. حبتك غنم ان شاء الله. في جلدهم بتحمل، وانا بتحمل والله ما بتحمله يا زلمه، حد الله ما بتحمله. انت متخيل درجه الحراره في غزه 14 يا زلمه؟ هذا وجلد بلبس 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 فعليا نص كم. انا انا ببرد من فوق، ببردش من تحت، رجلي ببردش. لا عكسك، انا عكسك هاي البله عن شرف. انا عمان برد هوسخ. ام عمان جبال. برد هوسخ وسخ. كنت اطلع بشورت في الشتاء، بلبس جاكيت. بلبس جاكيته من فوق وتحت شورت. كان في ناس كان معي يشتكوا. في كانت بتذكر ناس قبل 15 سنه نفس هيك يلبس شورت بشهر واحد، ما بردش من تحت، بس من فوق يكون عادي. ما بقول لك انا عادي. المشكله عندي انا عندي ظهري من فوق بكل مكان، من دناي من رخيري من رقبتي كله ببرد. انا ظهري يعني انا بكره. وكمان حمام الصبح يا لهوتي ايش بقريف قرف حمام الصبح. انا اكثر بدقي من الشتاء. الناس بتحب الشتاء ما بعرفش بالفكرة. فيروز ومش عارف ايش، بحط لي قهوة على الشباك وهي جاية علي ولا نقطة مي، وبقول لك يا بحب الشتاء. تقول عايش في باريس وانت انت بتطلع خرس اصلا من المجارب تلاقيه طافح تحتي. قال لك وين انت؟ وارق ارق ارض وقاح. الو وشغلة هذه في غزة بعرفش فيها عندك، اكيد مش موجودة، بس عندنا موضوع البرك. موضوع البرك والشوارع اللي ما بتغرق. موجودة. اقطع موجودة. لا ما بتغرقش، تغرقش الشوارع. تغرقش. عندنا بس في قطعت الشوارع من قرفة يا زلمة يلعن اخوتها. اتذكر. كل لابس شبشب ولا شبشب. لا الاسفل منها تلبس جرابين. وينبلوا. ين عن القرف. كيف لو اتشت عليك كي تكبس كبس كنت تغرق؟ انا بس كنت اخاف من طقطق عالي كثير اشوكا. ما انا بلع المايك ومش موطيه وتحمل. يا زمان عن اي لايك ات. من زمان. ثواني كم ساعة اليوم مش نخرج؟ لسه الطيارات موجودة. الله اعلم. كيف ما فهمتش؟ الطيارات موجودة. لازم قبلتش الطيارة. ما هو خلينا اعمل عليك استخدمت وابلك حسابك واقول لهم شيتر. بس ما اظنش حيسكروا الحسابات يعني الحساب سكروا يعني الجلتشات اللي قبل هيك سكروها. بس هاي بيسكروها. هاي هذا جلتش انا حيقتل كثير.
هذا جلتش شفت الفيديو اليوم انا بس انبطنت على الجلتش. صوتك عالي واحمد صوتك كثير واطي. طيب ماشي انا انت صوتك كثير واطي. هل قلت انا بوطي من اللعبة؟ وين الاوديو؟ حتى 400 هيك منيح؟ لا مش منيح شوية هيك منيح؟ ايوة تمام. احمد علي صوتك وين تصفض الطيارة؟ وين واحد هينزل على الطيارة؟ انا ما نقلت اشوف. طب ماشي لا 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 اخذنا الطيارة وبعدين تروح تقع. بس معك لازم يكون معك فيرست يا احمد. لازم يكون معك ايه؟ ايفا ايش اسم هذا اللي ايش اسمها؟ ايوه فش شالوا هذا شالوها. ايفا كارما دار كيف عرفت؟ الا فش عليها عند الطيارة هو سلاح هو لازم يكون عليها الرشاش. رجع طلعت منهم خلص يعني تمام الامور القرار اوكي اي لايك ات. المصنع بلوته واحد ارجع شوي يلا عليه. في ثلاثة عندي في الباكسات ثلاثة واربعة في ثلاثة كمان هذا غزة واي ناس اوكي انا هين ممكن ترى يا لعبه هين ست انا كلب ملو معنا حق الدروب احنا معنا حق الدروب لا مصاري نروح فكين فوجي الطيارة بجرب في السنايبر طخني ولا بجرب في السنايبر دوس يلا نروح هناك فوجي الطيارات هاي دخلوا على عاصف اوكي لف من ورا دخلوا عنده هو من ورا اجا ايوه هان في اثنين وزاد من السنايبر طلع هاكر من طلع هذا السلاح سريع محمود بدنا دعم دير بالك اربعة او ثلاثة هم ثلاثة هدخل السيارة وجيب نزل درع واحد نزل درع واحد سرعة انا قاعد بنزل درع بس سهل الدرع لا قتلت واحد منهم قتلت واحد منهم في واحد في ثلاثة في واحد ثلاثة انا بقعد بروح والله شردت وين هم بشار كان شارج كان بنفسي واحد من تحت بشار تحت والله ما انتبهتش على فكرة شجرة هيو تحت تبارك فينا ايمن خلينا نجوا تحت بشار خليك زي ما انت احنا ممكن ناخذ الطيارة ونروح الله جايكو عاصف ايش المعلم انت لوت المصنع معاهم لقيتش اسلحة زي الفريق ولا ما لا لقيت بخير لقيت مصاري معنا تقريبا حق الدروب معنا الدروب لوتوا كل لوتون طيب انا اخذت لوتا معنا الدروب طب ايش يلا السكينة انا نجيب هاي مين يعني يا بنتحرك بسرعة بالطيارة يا بنضل وبنقتلهم بسرعة لك بخيار هذا بدكم الطيارة معنا ها.
ايش دينه هذا يا زلمه؟ ايش فيه؟ ايش جو الشباك؟ وقت ايش وصل؟ خلص خلص تعال بالطيارة، يلا بالطيارة بالطيارة. من جوا العمارة انت؟ يلا بالطيارة، طيارة ايش فيها دم؟ بسرعة بسرعة يا احمد. تقتل هذا استفز. حنا من العمارة واحد. روح. ما هو بشر وقع. انزل. طيب حلو حلو. رحم اسلحة كل دور يا عم ال انت معك سبعة جروز علي جروز ها واحد داون واحد داون اليمينيتد راح بوجيه في ظل تخبى احمد ليش بتتأخر تيموان تعبي مخزن هذا سلاح مخزنه قليل اشوف طيب يلا خذ هاي المصاري في كمان شنطة مصاري وروح نزلنا هذا براوي مع مراوي خذ ال الاكسس وين الماكينة مثلا مو بعدين فيش ماكينة هاي هاي روح بالطيارة فيها نت في الدم خايف منك لا لا ولا بتروح بتوصل ما فيش حد عند الدم في واحد هان في روبن ها طخ عليك وهذا ها طخ عليك هنزلكم بسرعة انا الشهر ما ميت ولا عايش يلا ممتاز نزل شطرون معناش فاكر توفرية نزلنا بسرعة اللي طخ عليك من وين طخ علي ما هيني بحاول اطلع عليك نزلنا نزل بشارو نزلك تت مشوف تنزله؟ آه لا 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 أيضا هين في طراكس 2-1 أنا بحكي ناخد هاي السيارة نطلع ناخد ال ال نعمل السكوبنجر اللي هذا أنزل على السيارة أنا سمعت يا مرحبا بجيش بدك تنزل على السيارة انزل الله اسلحتنا في النافعة بحط اسلحة الزبالة يا زلمة في واحد عندك يا بشار دير بالك تجاوب يلا في واحد فوق ولا وين بطلق عليه في طلق في طلق ذلك يا عمي في واحد فوقك ولا ايش؟ طب طلع عندي 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 يلا 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 خليه ببالك ماشي هلا فك يو عاصف معاي صاروخ يا زلمه قاعد اسمع هذا فخ مطاردة هاملة هذا فخ من اوسخ فخ موجودين في التاريخ اسمع هلا عاصف ايوه الحقوا بطخ الشباب هيوهان 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 وقعت طب تساعد يا رجل بسرعة تطف علينا تطف علينا شايف ما طاخ ما طاخ البيوت من البيوت الخشب هذا عايب طبعا اللي بطخ خبط عليه رجع لورا كم الله ارجع بس خلينا نجيب دروع وش زي هيك اخر واحد هياخذ الدروب هيفوز هذا ليه هيقتل الصندوق معاه انا معي جمال انا اخذت انا بس ارجع راجع وشرف سيدي راجع يا زلمة راجع بس تمام من الناحية الثانية بطخ واحد ابن عايبة مش هي واحدة احا كيف طخنا وما كيف واحد من ناحية الثانية فوجهك يا احمد نشتو حلو انت نشت واحد انا معيش دروع طب انا معي درعين لحظة بس جب باش
تبع وين؟ حد يجينا اذا بيقطع، حد يجينا علينا عند بشار. في شحن، والشحن كمان. سيبك من الجب، سيبك من الجب. طيب شايفين الشحن؟ لا يا عاصف، لا يا عاصف. خلصكم؟ بشار نزل. عارف ايش اللي صار؟ بشار غطى. انا رايح فجر الشحن اللي هو بعالج في احمد. الله موقف الحركه. وام شايله، شيل شايله. طب الاخر الشنطه يعطينا دروع. خد خد نرجع لورا احسن، نشتري عاصف على السريع خليه ياخذ الدروب كمان مره. طيب يلا دير بالك في ناس على الجبل. ها تا 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 انا بن علقه، انا بشتري عاصفه، انا بشتري. طيب يلا يا ابن الكلبه. انت بتتفرج علي يا عاصف؟ سنايبر بس يشيك المنطقة. طيب انا هنا بدي اقدم، روح خذ دروبك عاصف. انا ما اخذتش الدروب فمش راح اخذه، انسوني. خلي عاصف ياخذه بعديها تاخذه. روح خذه يا بشار. في واحد فوق بس ان شاء الله يكون. ما اشتبكوا معاه، اشتبكوا معاه. شايف حد؟ وانا مش شايف حد. عدوك واحد. ايوه ثلاثة هما. في واحد في السيارة تحت، واحد فوق. انا اخذت الدروب انا. اوكي. ايقف بس ايقف ايقف، ارفع راسك. طب خلينا، لا احنا خلينا ندخل لجوا جوكر، خلينا ندخل لها. انا كثير لله مكشفين احنا. ماشي ماشي. قول الدروب نازل بمنطقة ينعن اقفال. هي. حط خط علينا. ما شفت والله بطل يساعد. الدروب نازل في منطقة بقول لك والله لا تموتوا. طب احنا ندخل بنفسجي ولا شو انا شباب؟ هي هيك راح تخلص جلوف عند بنفسجي. لوت كل المزار خلاص؟ خلص. عاملنا في طخ. يمكن براميل وتوينز. براميل عايبة. يا الله. والله تنزع الدار مزعل سمعها يا احمد. ما تقلها. هي السماعة. اللي جبناها مرة هذه الامساي. امساي؟ امساي. لا خفيفة يا زلمة. مش قصف خفيف، يعني تعرف انه انا من يوم شريتها لقيتها بحطها بس بخليها على الشمال. برفعها من اليمين. في طاخ في سطح. لو خليتها على الراس. هلك انفجرت. من ورايا من ورايا من ورايا. والله يا زلمه مش اليمين. مش طبيعي السماعه. يلا. هان. تعتقد كانت الجوده فيها ممتازه، تغيرت جوده الصوت شويه هيك. مش عارف انا صراحه ما مش لهالدرجه بقدر افرق. بنفسجي كان في واحد، اوكي. ابو من هناك اجى طخ عليك يا جوكر. كنا طالعين حمراء. هل صوتنا؟ لا صوتك. تمام صوت. هي ملوتة. صحيح. هذا تشوف. ايوه. هان. هان وهان. شفته. ارفع راسك، ارفع راسك، ارفع راسك. هم بيشتبكوا. وين رحت عاصف؟ وين رحت عاصف؟ بدي اجيب ذخيرة.
ارفع راسك. في واحد بطخ علينا. انزل يا احمد. هذا وين؟ يا حا